حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. انخفضت قيمه الدينار امام الدولار في اسواق بغداد وفي اربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثيه سجل الدولار 1482 دينارا لكل دولار. وفي الاسواق المحليه في بغداد بلغ سعر البيع 1492 دينارا، بينما بلغ الشراء 1472 لكل دولار واحد. وفي أربيل سجل الدينار انخفاضا أيضا في محل الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 1481 دينارا لكل دولار، وبلغ سعر الشراء 1477 دينارا مقابل كل دولار واحد. يشهد سوق العقارات في ديالى وخاصة بعقوبة حالة كساد بدأت منذ 6 أشهر وسط ضبابية وغموض لعدم وجود أسباب مباشرة له. واعتبر خبراء اقتصاديون الاضطرابات الأمنية هي التي دفعت إلى تأجيل فكرة الشراء للكثيرين، مضيفين أن تجار العقارات اضطروا إلى خفض أسعار العقارات في المناطق المميزة في بعقوبة بنسبة 10%. ورغم ذلك فإن معدلات الإقبال لا تزال شحيحة جدا على شراء هذه العقارات، كما أكد تجار عقارات أنه لا يوجد طلب نهائيا في المناطق الزراعية. وأشاروا إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوق الدولار أثرت أيضا على سوق العقارات. قالت المديرية العامة للسياحة في محافظة حلبجة أن أعداد السياح والوافدين للمرافق السياحية في محافظة حلبجة خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر بلغ نحو 60,000 سائح. وأضافت المديرية أنه خلال زيارة هذا العدد الكبير للمحافظة لم ترد أي إرباكات للسياح خلال تواجدهم في المرافق السياحية في المحافظة. في السياق، أعلنت مديرية السياحة السليمانية في وقت سابق دخول أكثر من 75,000 سائح خلال اليومين اللذين سبقا عيد الفطر وأول يومين من العيد للمرافق السياحية في السليمانية. حقق خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة بعد مكاسب دامت 4 أسابيع على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي تراجعا لأكثر من 1%. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 3 سنتات ليصل إلى 86 دولارا و51 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 32 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 3 سنتات ليصل إلى 89 دولارا و71 سنتا، وسجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت 7 سنتات. ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي. وأظهر تقرير صدر عن غرفة صناعة عمان الأردنية، أظهر أن صادرات الغرفة خلال الربع الأول بلغت 1,776,000,000 دينار مقابل 1,813,000,000 دينار للفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والعراق والهند على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.